السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، مع درس جديد النهاردة وبنتكلم عن ثورة 23 يوليو عام 1952. طبعا دي من الثورات العظيمة اللي قام بها الجيش المصري ضد نظام فاسد، نظام الملكي، ضد احتلال غاشم هو الاحتلال الإنجليزي. تعال ونشوف مع بعض الأحداث. اختلفت الآراء حول ثورة 23 يوليو، حيث يرى البعض أنها أثرت في حركات تحررية في المنطقة العربية والعالم العربي، يعني ساعدت بلاد عربية كتير أن هي تستقل في العرب وأيضا في أفريقيا وآسيا. أسس أو أسهم قادتها في تأسيس حركة استمرت حتى اليوم، هي حركة عدم الانحياز. يرى البعض أنها لم تبدأ عند تأسيس تنظيم الضباط الأحرار، وإنما هي تكملة لكفاح مصري قديم هو الثورة العربية وثورة 19، وطبعا خدنا الكلام ده. هي عوامل قيام ثورة 23 يوليو. نبدأ بأول جزئية، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. كان هدف ثورة 23 يوليو هو التخلص من الاستعمار، خصوصا أنه لم تؤدي معاهدة 36 إلى استقلال حقيقي، وده ظهر عندما حاصرت قوات الاحتلال البريطاني قصر عابدين في 4 فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا. 2 من أسباب الثورة أيضا هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، وكان السبب الأسلحة الفاسدة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. 3 فساد النظام الملكي، وتمثل فساد النظام الملكي في الاستبداد بالحكم وأيضا الرشاوي كصفقة الأسلحة الفاسدة، وده كانت من مظاهر الفساد في النظام الملكي. 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ازداد الصراع على الحكم بسبب إيه؟ زاد الصراع على الحكم بسبب إيه؟ فساد النظام الملكي وخضوعه للاحتلال وفساد الأحزاب. الحياة الديمقراطية السليمة لم تكن موجودة بسبب الصراع على الحكم، بسبب فساد النظام الملكي وخضوعه للاحتلال وفساد الأحزاب. أيضا تدهور الحالة الاقتصادية أو الأحوال الاقتصادية من أسباب الثورة، حيث أدت معاهدة 1936 إلى جعل مصر ميدانا للقتال أو ميدانا للحرب العالمية الثانية واستنزاف موارد البلاد لخدمة بريطانيا وإرهاق الاقتصاد المصري، مما زاد من معاناة الشعب. إذن معاهدة 36 ودخولنا الحرب أثرت على الاقتصاد المصري. سوء الأحوال الاجتماعية بسبب الصراع بين الأحزاب، وأيضا ظاهرة الإقطاع والتي تتمثل في سوء توزيع الأراضي الزراعية، حيث تم جعل فئة صغيرة تملك الأرض وتستبد، فانتشر الجهل والمرض والفقر في المأكل والملبس والمسكن. إذن ظاهرة الإقطاع، فئة قليلة بتتملك الأرض وبتستبد بالشعب المصري. طيب نبدأ ونشوف تنظيم الضباط الأحرار. ظهر هذا التنظيم بسبب استمرار الاحتلال وفساد الأوضاع في مصر، وهم مجموعة من ضباط الجيش تزعمهم جمال عبد الناصر، رأوا ضرورة القيام بثورة تقضي على الفساد وتحرر الوطن من الاستعمار. تقضي على الفساد وتحرر الوطن من الاستعمار. في صباح يوم 23 يوليو 1952 أذاع أنور السادات أول بيان للثورة باسم اللواء محمد نجيب. أذاع أنور السادات أول بيان للثورة باسم اللواء محمد نجيب. ما هي مطالب الثورة من الملك فاروق؟ أن يتنازل الملك فاروق عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، وأن يغادر البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو عام 1952. هذه هي مطالب الثورة. هل وافق الملك أم لا؟ وافق الملك على ذلك وغادر قبل الميعاد المحدد. طب لماذا؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، كما أن الإنجليز أو إنجلترا أو بريطانيا تخلت عنه. طيب ما هي أهداف ثورة 23 يوليو؟ أهداف ثورة 23 يوليو هي القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، وإقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. إقامة حياة ديمقراطية سليمة. نشوف الأحداث مع بعض. جميل. الإنجازات اللي تمت للثورة. في ديسمبر سنة 1952 تم حل الأحزاب السياسية، ما بقاش في أي حزب. في يناير 53 تم إلغاء دستور 1923، طبعا هو دستور ملكي وهيبدأ يتغير. يونيو سنة 1952 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتولية الرئيس محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية. في 19 أكتوبر 1954 تم توقيع اتفاقية الجلاء للإنجليز عن مصر في مهلة 20 شهر.
في 18 يونيو 1956 تم رحيل الإنجليز عن مصر فعلا بعد احتلال دم 74 عاما، وده عيد قومي عندنا يسمى عيد الجلاء. في 26 يونيو 1956 تم تأميم شركة قناة السويس كشركة مصرية. في المجال الاقتصادي، ما هي إنجازات الثورة في المجال الاقتصادي؟ في الزراعة تم استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الأراضي الزراعية، وتم إنشاء السد العالي عام 1971 مما أدى إلى حماية مصر من خطر الفيضان، تخزين مصر للمياه وتوليد الكهرباء. في الصناعة، جهود الثورة في الصناعة، إنشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب بحلوان والأسمدة بأسوان. 2، الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. 3، البحث عن البترول وإنشاء معامل لتكريره. في التجارة، إنجازات الثورة في التجارة، تم فتح أسواق جديدة لمصر المنتجات المصرية في الخارج، وتم تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد. دي الإنجازات الاقتصادية اللي عملتها الثورة في الزراعة والصناعة والتجارة. نشوف الإنجازات الموجودة في المجال الاجتماعي. تم القضاء على الإقطاع، وذلك بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 1952، ثم صدرت قوانين أخرى حددت الملكية بخمسين فدان، مما أدى إلى زيادة تملك الفلاح للأرض. 2، تم إقامة عدالة اجتماعية عن طريق مجانية التعليم بجميع المراحل. 2، تحديد ساعات العمل وإشراك العمال بمجالس إدارة الشركات، وتتحدد لهم نسبة من الأرباح، الكلام ده كان غير موجود. 3، إصدار قوانين تأمينات ومعاشات اجتماعية. 4، تم منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة عام 1956، بالإضافة إلى إقامة الوحدات الزراعية جمعين والوحدات الصحية، أو الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية اللي هي المستشفيات يا جماعة. أما في المجال العربي، إنجازات الثورة في المجال العربي، ساندت مصر دولا عربية وإفريقية لنيل استقلالها. ساندت السودان والجزائر وتونس والمغرب، وساهمت في استقلال الكويت والعراق واليمن والدول الإفريقية مثل كينيا. 2، أقامت مصر وحدة عربية بينها وبين سوريا في فبراير 1958، كانت مصر وسوريا دولة واحدة. 3، لا تزال تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. في المجال الدولي، ساهمت مصر في تشكيل حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955 مع الهند ويوغوسلافيا، طبعا بالإضافة إلى أندونيسيا. 2، كسر احتكار السلاح بعقد صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955. دي الإنجازات في المجال العربي والمجال الدولي. الدرس بتاعنا انتهى، بتمنى التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.